هل من ارتكب بعض المحظورات الخمس يبطل حجه أم لا؟ من ارتكب قد قلتلكم فيما تقدم أن عليه دم، وقلنا لكم أن من لم يقف بعرفة فحجه باطل، وأن الذي لم يحرم لا في مكة ولا خارج مكة ولا في أيام الإحرام حجه باطل. وكذلك من لم يطوف طواف الإفاضة، طواف الزيارة في يوم العيد وما بعده، حجه غير صحيح، إلا أنه لا مانع له أن يرجع ولو من بلده يطوف. وأما من فاته الأشياء الأخرى غير هذه الثلاثة أشياء فعليه دم، لا يبذل الحج إلا إذا ترك الإنسان ثلاثة أشياء: إما الوقوف بعرفة، وإما الإحرام، لا أحرم لا عند دخوله ولا عند طلوعه إلى منى، أو الثالث إذا ترك طواف الإفاضة، إلا أن طواف الإفاضة يمكن يستدرك ويرجع، أما غيره فقد فاته الحج، وأما غيره فيجبر بدم. طب وإذا ترك أكثر من محظور هل يكفيه ذبح واحد؟ لا لا لا، قد حدث الذبائح